إدارة شركة غزل المحلة المشرف العام على الكرة. مساء الفل يا باشمهندس. مساء الخير يا كابتن احمد. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. ازاي حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن، ربنا يبارك فيك. الله يخليك، ربنا يكرمك. يعني هو انتوا اللي طلبتوا الماتش يتنقل من المحلة ولا الاهلي اللي ضغط عشان الماتش يتنقل من المحلة؟ ارجوك توضح لنا الصورة يعني. لا الحقيقه يا كابتن، احنا اللي طلبنا نقل المباراه الاولى في القاهره والثانيه ان شاء الله في الدور الثاني في المحله باذن الله. ليه؟ ده كان ان الملعب عندنا ما استوفاش الاجراءات الامنيه. وبالتالي طبعا الوقت سرقنا، ولجنه المسابقات كانت مستعجله في تحديد الملعب. نعم. فاتصلنا بالناس بتوع النادي الاهلي المشكورين ولجنه المسابقات، واتفقنا الماتش الاول هيبقى في القاهره والثاني ان شاء الله في المحله باذن الله يا كابتن احمد. طيب احنا اللي طلبنا. حلو. نفترض بقى ان الاهلي كان رفض، قال لك انا مصمم العب الماتش الاولاني معاك ماليش دعوه، كان هيحصل ايه؟ كنا هنختار ملعب بديل، وكان المقترح السويس يا فندم. كان مقترح السويس، لكن أيوة. انتوا فضلتوا ان انتوا تبدلوا عشان يبقى لكم الحق ان انتوا تلعبوا في ملعبكم، مظبوط كده يا فندم؟ بالظبط يا كابتن. طيب. احمد يعني طب ايه كان ايه ناقص في الموافقات الامنيه؟ وانا كنت اعلم ان هناك اصلاحات مطلوبه في غرف الملابس او كانت جاريه في غرف الملابس خصوصا للفريق الضيف. غرفه الملابس بتاع الفريق الضيف كان فعلا فيها اصلاحات بالنسبه ليه، كان في الكاميرات كان الامن اعترض على بعض الكاميرات الموجوده ودي احنا كملناهم الفتره دي، والحمد لله استوفينا الشروط كلها. وان شاء الله الماتش الجاي استوفيتوها امتى يا فندم؟ استوفيناها من 3-4 ايام يا فندم. بالظبط من 3-4 ايام انتهى الامر تماما. تمام. واصبح الملعب اصبح الملعب جاهز تماما، والحمد لله كان في لجنه امنيه امبارح وخدنا الموافقه الحمد لله امبارح. هل ده كان في اطار التعاون يعني ما بين النادي الاهلي وموافقه النادي الاهلي انه ما يحرمكوش تلعبوا الدور الثاني في ملعبه في ملعبكم في المحله يا باشمهندس حسام؟ بالظبط كده يا كابتن. نعم. بالظبط كده، والناس كانت متفاهمه الوضع ورحبوا ان الماتش الثاني ان شاء الله في المحله باذن الله. ده النادي الاهلي. طيب تمام يا فندم. طمني بقى على الفرقه، الامر عامل ازاي؟ كابتن خالد عيد اخباره ايه؟ والنتائج والرعايه التي يوليها السيد الوزير هشام توفيق وزير قطاع الاعمال للفريق. اول حاجه طبعا الكابتن خالد عيد الحمد لله رب العالمين نزل النهارده التمرين بعد ما عملنا مسحه، والحمد لله جت سلبيه وهو تمام الحمد لله زي الفل، ونزل التمرين النهارده وان شاء الله موجود معانا في الماتش الجاي. بالنسبه لعقد الرعايه الحمد لله معالي الوزير، والاول مره عقد رعايه بالمبلغ ده. نعم. يجي النادي غزل المحله. بصراحه عقد رعايه ما كناش نحلم بيه. ولبسكوا شيك قوي، ولبسكوا السنه دي شيك قوي كمان الحقيقه يعني. ان شاء الله شياكه حلو كده والشكل جميل يعني. نعم. الحمد لله، وان شاء الله الفتره الجايه طبعا هتشهد يعني تطور حتى في اداء اللعيبه، في لما اللعيبه تاخد على الوضع، انا عارف اغلبها لعيبه ما لعبش دوري ممتاز قبل كده. فان شاء الله الفتره الجايه الفرقه هترفع رجليها والعروض هتتحسن احسن من كده ان شاء الله باذن الله يا كابتن احمد. لكن رغم كل ده في تعادل مع سموحه وفي تعادل مع ام بي وكنتوا قريبين من الفوز، لكنه برضو الناس قلقانه عايزه مكسب، عايزه فوز الفتره اللي جايه. شايف ان المجموعه دي تقدر تكمل ولا انتوا بتنووا في شهر يناير كمان اضافات؟ نعم. بص يا كابتن احمد، انا لعبت ثلاث ماتشات. نعم. ثلاث ماتشات بره ارضي، لعبت سموحه في اسكندريه، الاهلي في القاهره مع بطل افريقيا، ويعني متوقع ان احنا كنا نتغلب الماتش ده. نعم. بس كان عندنا امل العرض افضل من كده مع النادي. الشوط الاولاني كان كويس. ام بي في القاهره. نعم. ثلاث ماتشات خارج ارضي. فالوضع جديد برضه على اللعيبه. بالنسبه ليناير احنا ان شاء الله باذن الله لسه هقعد مع الكابتن خالد. اللي الكابتن خالد بيطلبه احنا بننفذه له. نعم. المجموعه اللي جت كلها الكابتن خالد مختارهم بالاسم. احنا فرضناش عليه حد. نعم. هو الكابتن خالد اللي بيجيب لعيبته بنفسه، وهو بيقول لك انا عايز اللعيبه جعانه كوره، مش عايز لعيبه اسامي، واللي هو عايزه من جمهور. كيف ستكرمون اسم الراحل محمد فايز وايضا رموز كبيره رحلت عن المحله زي كابتن خورشيد، كابتن عبد الرحيم خليل، كابتن عماشه، كابتن سياجي، الاسماء، كابتن سعيد عبد الجواد، اسماء كبيره، لكن اخر حد كان كابتن محمد فايز. طبعا يعني كانت صدمه كبيره بالنسبه لنا، للاسف بقى كنا امبارح كان في مباراه وفاه الكابتن فايز ده. طبعا يعني المحله صعدت على ايده 2015 2016 ده صحيح. يعني رحمه الله عليه كان رمز طبعا نادي غزل المحله، كنا نتمنى نكون موجودين في الجنازه طبعا، انما للاسف كان غصب عننا كنا في المباراه.
انما بالنسبه للتخريج طبعا الاسامي المحترمه دي كلها ان شاء الله هنناقشها في مجلس الاداره باذن الله الاجتماع الجاي باذن الله يا كابتن. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس حسام عزو نائب رئيس مجلس اداره نادي غزل المحله والمشرف العام على الكوره.